يسعد اوقاتكم مشاهدينا بكل الخير، معكم نغم كيلاني في عشبه. في عشبه رح نحكي لكم الفوائد الطبيه للاعشاب، استخداماتها ومخاطرها. وفي البدايه خلونا نرحب بضيف حلقتنا اليوم ومكملين. أهلا وسهلا فيك دكتور أيمن، نورتنا اليوم بحلقتنا. وأهلا وسهلا فيك. اليوم رح نحكي عن ميرمية القدس، إيش اسمها العلمي وإذا في لها أسامي تانية معروفة بفلسطين. يعني بجوز المستمعين أو الحضور بجوز يفكروا ميرمية هو الميرمية العادية اللي بيعرفوها، هي من نفس العائلة اسمها ميرمية القدس. اسمها اللاتيني هو سالفيا هيروسيليماتا اللي هو اسم القدس باللاتيني، فعشان هيك بسموها سالفيا هيروسيليماتانا. هي من عائلة اللسانية، والميرمية كلمة ميرمية تأتي من مريمية اللي هي من ستنا مريم، لأنه يذكر أن ستنا مريم استفادت من هاي الميرمية، والميرمية الثانية اللي بنستعملها للشاي وشغلة زي هيك. في لها أسماء أخرى هاي النبتة، مثلا لسانية أو لسان الثور أو أسماء أخرى عامية، لكن هي تختلف وما إلها نفس الرائحة تبعت الميرمية اللي بنستعملها بالشاي. طب هلأ بدنا نحكي عن اللي هي هاي اللسانية، الميرمية القدس، إيش بدكم نسموها، أو المريمية، إيش إلها فوائد طبية بحياتنا؟ هل تختلف عن الميرمية هديك؟ وأنا بدي عن هاي تحديدا إيش فوائدها؟ الحلو بهاي الميرمية القدس انه اكثر شيء هي اوراقها وبتكبر كثير، راح نشوف بالحديقه كمان. وهذول يستعملوا زي الملفوف، يعني بلفوا فيهم اكل بياكلوا. ممكن الواحد يستعمل رز ولحمه زي ما بنعمل ورق الدوالي او الملفوف العادي. لكن عمليا هي بتنمو بكثره في شهر 3 و4 في فلسطين، وأوراقها بتطلع في شهر 3 و4. بداية 4 بتبدأ الزهور، زي ما انت شايفين هون بتبدأ الزهور تزهر، وزهرتها جميلة جدا. من ناحية غذائية مريمية القدس أو اللسانية يعني لها فوائد غذائية مهمة جدا، منها لأنه هي فيها طبعا ألياف قوية فبتساعد على الموضوع الهضم وصحة الإنسان بصورة عامة. بعد أكلة النبتة هاي بشعر فيها كويس، لأنه بتسلك المواد الغذائية أسهل بالمعدة. فإحنا ننصح في أن الناس إذا بقدروا يأكلوها على الأقل مرة بالشهر في الموسم اللي هي بتكون فيه بيكون شيء مناسب. طب هل هي تؤكل خضراء هيك ولا لازم تنطبخ؟ لا لازم تنطبخ، يعني ممكن الواحد يأكلها خضراء بس طعمها مش هالقد يعني. وممكن ناكلها زي نحشيها بشيء. نعم. بس هل برضه ممكن ننقعها ونشربها المي تبعتها؟ ممكن بس قليل، ما بيستعملوها هيك، يعني هم أكثر شيء هي تنطبخ في الطبخ كملفوف او كورق دوائي. طب منظرها كثير حلو، شكلها كثير حلو، وزهرتها صراحه واضح انه لونها جميل، فبدي منك جوله في الحديقه عشان تورجيني كيف شكلها في الطبيعه. يا مشاهدينا الكرام، احنا متواجدين اليوم في محمية طبيعية في بيت لحم، واللي بتحتوي على اكثر من 390 نبتة او عشبة. طبعا هدول الاعشاب والنباتات موجودين في الطبيعة بشكل تلقائي، ولكن هنا بيعملوا على حماية الاعشاب هاي عشان يحافظوا عليها من الانقراض. دكتور مازن، اليوم نحكي عن اللسانية او زي ما حكينا ميرمية القدس. نعم. فشكلها كثير حلو، بيشبه الميرمية صغيرة بس كثير كبيرة. فعن جد شكلها كثير غريب، فكيف ممكن نميز بالضبط، توصف للجمهور والمشاهدين كيف ممكن بالضبط نميز ورقة ميرمية القدس؟
مراميد القدس بعكس المراميه اللي بنستعملها في الشاي، اول شيء جذعها زي ما انت شايفين مكون من اربع اتجاهات يعني مربع، وورقتها يعني تختلف عن ورق اوراق المراميه طبعا الصغيره اللي بنعرفها، هي من نفس العائله لكن زي ما انت شايفين تكبر كثير، حتى ممكن تصل لمتر ونص مترين ممكن في بعض المناطق، وهي يعني موجودة في فلسطين في معظم المناطق الجبلية في فلسطين اللي هي مناخ البحر الأبيض المتوسط اللي بيشجعها النمو، زي ما انت شايفين عرقها في شوية حمار كمان، هذا بذكرني بالحمار الموجود في العكوب وشغلة زي هيك. بس الأهم من هذا انه يعني ورقها زي ما يعني في سماكة وفي خشونة شوية، صحيح، وهذا يختلف عن الأشياء الأخرى، يعني لما نقطفها بنقطف الورقة بالشكل هذا يعني، وممكن وقتها إنه مثلا ينلف وينعمل ورق دوالي منه. حلو، طب بدي أسأل كمان إمتى، يعني أنا شايفة هون بلش يزهر ولكن لسه مش مزهر لهلأ، فإمتى الموسم الأفضل إنه إحنا نقطف من هاي الميرامية، وإمتى بتزهر هدول الزهرات الحلوات؟ يعني هذا الموسم لقطف الورقة، حتى اليوم أكلنا منها اللي هو بشهر 3 نهاية شهر 3 بداية شهر 4، الأزهار بزهروا في منطقة بيت لحم بعد أسبوع أو أسبوعين ببلشوا يزهروا، وزهرتها جميلة جداً للكية اللون يعني جميلة، زي بدي أقول برضو جميل المرمية العادية اللي بيستعملوها الناس بالشاي برضو بتجذب النحل والشغلات هاي، فهي لما تزهر البادز هاي الأزهار بتلاقي النحل حواليها بكثرة، يعني لأنه بتعطي رحيق كويس للنحل. حلو، طب دكتور لما أنا بدي أروح أقطف السنية، هل بقطف الورق ولا بقطفها كلها؟ عشان ما أزيها صراحة. أنا بدي أقطف هاي الورقة. يعني في ورقتين هي متوازية يعني. فمهم إنه مثلاً أقطف ورقة من جهة وأترك الجهة الثانية. ليش؟ حتى تظل في لها قوة وتعطي الأزهار يعني. فما بقطف كل شيء، هذا من ناحية الورق اللي فوق، الورق اللي تحت زي ما انت شايفين أكثر في إمكانية إنه آخذ أكثر نقطة ورق منه، فممكن أقطف مجموعة من الورق اللي تحته، وهذا ما بضر النبتة بتستمر بالنمو، المهم ما أقطف كل أوراق النبتة يعني، أترك كفاية لها حتى تغذي نفسها وتستمر في النمو، بعدين تعطينا البذور حتى تنتج جيل ثاني منها. طب دكتور مازن أشكرك كل الشكر على هاي الجولة الحلوة، ولكن بدنا نروح ونكمل فقرتنا ونحكي عن محاذير السنية، جاهزين؟ يلا دكتور. شكرا دكتور مازن على الجولة الجميلة، ولكن بدي أسأل كالعادة بنحكي إنه كل شيء بحياتنا مثل ما في له أشياء منيحة وفوائد أكيد في له مضار أو محاذير لازم نأخذ بالنا منها إذا إحنا بدنا نستعمله بحياتنا، شو المحاذير اللي لازم ندير بالنا منها لما بدنا نيجي نقطف الميرمية أو السنية أو لما بدنا نيجي نأكلها؟ الحلو بالنباتات الطبيعية إنه بعكس مثلا المواد الغذائية المصنعة إنه الأكل كثير منها ما بضر، كمثلاً إذا بأكل أشياء فيها سكر مثلاً مصنع السكر الأبيض زي كنافة وشغلات هيك، فما في أضرار من ناحية إنه إذا أكلوا منها كمية يعني، في بعض النباتات مثلاً أنواع من المشروم وشغلات هيك ممكن تكون سامة اللي هو الفطر، وفي فطر بيتاكل لكن إذا أكل منه الإنسان بكثرة ممكن إنه يسبب تسمم، في هاي الحالة ما في خطر، لكن مرة ثانية يعني أنا بعتقد إنه مهم جدا الإنسان ينوع غذائه، لأن تنويع الغذاء هو زي تنويع الحياة، هو جميل ويعطي الجمال، فمش يأكل دائما نفس الأكل يوم ورا يوم.
يعني لازم دائما مشاهدينا الكرام انه احنا ننوع في اكلنا، حتى لو في اكله كثير بنحبها او في شيء بنحب نشربه، دائما انه احنا يكون في عندنا تنويع عشان الفيتامينات اللي دائما تكون في الجسم، وعشان برضه الواحد لما يغير بحس بطعمه الشيء وبيشتاق له. شكرا دكتور مازن على وجودك معنا في حلقتنا لليوم. هاي هي السنيه او المريميه او ميرميه القدس اللي كانت معنا لليوم، اللي لاحظنا انه عن جد ورقها كثير تختلف عن الميرميه الطبيعيه وطلع في منهم اشكال، وانا اول مره بعرف هاي المعلومه. شكرا كمان مره دكتور مازن على وجودك معنا لليوم. وبهيك مشاهدينا الكرام بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. تابعونا بحلقه جديده، يوم جديد وعشبه جديده. الى اللقاء.